لمزيد من التفاصيل حول الاجتماعات معنا عبر الهاتف من مدينة جنيف السويسرية سعادة الأستاذة جميلة سلمان النائبة الثاني لرئيس مجلس الشورى عضو الوفد المشارك بعد التحية. تناولت طبعا الأعمال اجتماعات اليوم ضمن جدول أعمالها اجتماعا تنسيقيا للبرلمانات الأسيوية واجتماع مجموعة منتدى النساء البرلمانيات، هل لك استعراض أبرز ما دار في هذه الاجتماعات؟ احنا وفد الشعب البرلمانية البحريني شاركنا في الاجتماع التنسيقي للبرلمانات الأسيوية. طبعا خلال هالاجتماع تم الاتفاق على رفع مقترح دولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وان احنا ندمجها في اقتراح موحد يقدم كبند طارئ، لان اليوم الاجتماعات كان من اجل الاتفاق على البنود الطارئة. طبعا هذا البند يعني يعالج ملف المساعدات، مساعدات وكالة غوث وتشغيل لاجئين فلسطينيين الأونروا، عشان ان احنا نهدف لضمان استمرارية تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين. نعم. لان العجز الخطير في الموازنة يعني لا شك بانه يعتبر حصار انساني وخرق القانون الدولي، وبذلك ان احنا نضمن استمرارية تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين ومناقشة طبعا تداعيات القرار الأمريكي بوقف المساعدات المقدمة إلى الأونروا، ونقيم أثر هذا القرار على القضية الفلسطينية بمجملها. نعم، إذن نعم. كيف تقرأين المشاركة اليوم، المشاركة البرلمانية في ظل الأوضاع السياسية المتغيرة، وما هو ممكن لمثل هذه الاجتماعات أن تسهم فيها بشكل إيجابي؟ طبعا اعتقادي ان المشاركات البرلمانيه لا شك ان هي تسهم في ان هي يعني تتناول الاوضاع الراهنه والمتغيرات والاحتياجات، واحنا نتفق احنا كبرلمانيين على الاولويات اللي تهم البرلمانات في الدول الاعضاء. نعم. في مختلف المجالات، من اجل طبعا ان هذا ينعكس على المجتمعات لا شك. فالتفكير الجماعي ومناقشه التجارب المختلفه يفتح افاق للحلول من اجل ان احنا نحقق الاهداف التنموية واستدامة الاستقرار في المجتمعات وغيرها. طبعا من المواضيع اللي تخص كل مجتمع بحد ذاته يعني. نعم، من مدينة جنيف السويسرية سعادة الأستاذة جميلة سلمان النائبة الثاني رئيس مجلس الشورى عضو الوفد المشارك، شكرا جزيلا لك.